شفيع هذا القرآن شفيع عند الرحمن شفاء وهدى وأمان ضياء في كل زمان سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء رضوان الله يعيد للقلب حياة شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عم يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون إظهار الميم عند الفاء مش هم فيه هم فيه الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا دراستي كانت في سوهاج في الأول لحد التالتة إعدادي، وبعدين انتقلت مع الأسرة إلى القاهرة هنا في العبور. أقمت هنا في القاهرة يعني فترة كده، وما كان لي يعني علاقة بالقرآن أصلا في الأول، فالحمد لله إن ربنا يسر الأمر يعني. وكانت دراستي في التربية والتعليم في الأول لحد التالتة إعدادي، وبعدين انتقلت للقاهرة. رحت المسجد كانوا بيحفظوا فيه ده، فبدأت أحفظ معهم، كانوا في آل عمران، فليت الأمر يسير بالنسبة لي يعني، فكنت بحفظ معهم. طبعا أنا لما جيت القاهرة هنا انقطعت عن الدراسة، كنت المفروض أن أنا بكمل لثانوي. طبعا والدي تاجر، اشتغلت معاه وكده، وكنت ماسك الحسابات يعني، فربنا أكرمني بالحفظ وبدأت أحفظ، فليت الموضوع يعني ميسر بالنسبة لي وسهل. خلصت معهم آل عمران وبدأت بالبقرة، وأنا بحفظ في آل عمران ربنا أكرمني خلصت البقرة معهم مع آل عمران يعني. فالشيخ قال لي طيب في مركز للمصراوي تعالى أقدم فيه، فالحمد لله يعني ربنا أكرمني دخلت المركز ده، أخذت فيه يعني فترة، أخذت فيها جزء عما وتبارك وقد سمع، وكنت بحفظ برضو من فوق، فكنت شغوف بالحفظ جدا يعني. كان في المسجد لو كان في تحفيظ قرآن كنت ببقى دايما ملازم الشيخ، لا أفارقه أبدا يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أنا ساكن في محلية هنا طبعا العبور محليات، أنا ساكن في محلية 6 والشيخ ساكن في محلية 8، والشيخ رحمه الله طبعا توفي، كنت أمشي معاه من بيتي لحد بيت الشيخ أسمع في الشارع، كنت شغوف بالحفظ جدا، ربنا أكرمني كنت بحفظ يعني في اليوم ما يقارب 5 صفحات 6 صفحات على حسب ما يكون يعني، وطبعا كنت ملازم مصحف واحد ما كنتش بغير المصحف بتاعي، كان وإلى الآن المصحف معايا يعني محتفظ به، فدايما كنت بحفظ فيه براجع منه، وكنت شغال مع والدي. الشيخ قال لي طب قدم على معهد قراءات، فكان الموضوع بالنسبة لي يعني كنت أنا شغوف أن أنا أدخل أزهر أو أتعلم في الأزهر، حتى وأنا كنت في تربية وتعليم وإخواتي وأولاد العم كلهم في تعليم أزهري يعني، كنت بروح أحضر معهم في الأزهر شغفا به وحبا في القرآن يعني، كنت دايما يعني لما بشوف في مناسبة عندنا في الصعيد أقعد جنب الشيخ أقرأ معه، كنت دايما بقرأ في الإذاعة، لكن موضوع الحفظ ده ما كانش في دماغي ان ممكن ابدا احفظ، وحتى لما بدات احفظ كان الامر بالنسبه لي ان انا احفظ جزء يعني من القران خلاص يعني، ما لكن لقيت الامر ميسر يعني واذا اراد الله عز وجل شيئا هي اسبابه، فلقيت الامر ميسر، وكنت بعمل مع والدي بالنهار فانتقل عملي من النهار لليل، والليل شغله اخف واهدى، فكنت ملازم المصحف بتاعي احفظ كل يوم بالليل، اخلص شغل الصبح اروح إن كنت أريح شوية وأقوم العصر أنزل للشيخ أقعد مع الشيخ لحد المغرب بعد المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. صحبة المسجد وصحبة القرآن صحبة جميلة، كنا يعني بنحفظ مع بعض ونراجع مع بعض نسمع مع بعض، احتواء المشايخ لينا يعني المشايخ كانوا بيعملونا معاملة في أبهى صورها يعني، معاملة جميلة جدا راقية جدا، وكانوا يعني بينزلوا لمستوانا يعني، احنا كنا لسه صغيرين يخرجوا معنا رحلات الألعاب نلعب يلعبوا معنا سواء كنا كورة أو غيره، فحسيت إن جو المسجد وجو الحفظ ما شاء الله يعني، وبعدين ذقت حلاوة القرآن يعني، لقيت الموضوع فعلا يعني احتواء القلب للقرآن شيء لذة لا تعادلها لذة يعني فعلا عايشت قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ففعلا أنا كنت قبل القرآن يعني الموضوع بالنسبة لي كان عادي يعني، كنت شاب عادي بشتغل وكان هدفي وهمي طبعا اللي أنا بقى خلاص أكون نفسي بقى 14 سنة واشتغل وأتزوج وكده، لكن لما يعني قدمت على القرآن وكان الأمر ميسر فيه
يعني ربنا يعني أكرمني وكملت، وبعدين دخلت معهد القراءات، ودي كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي جدا، وما كنتش يعني متخيل أن أنا ممكن ألتقي بمعهد القراءات يعني. ولأن كان ساعتها الوضع كان في معهد القراءات يعني كان صعب يعني، الأول تقدم الأوراق وبعدين تمتحن شفوي وتحريري، كان قليل جدا اللي يجتاز الامتحان، يعني إن يجتاز التحريري لا يجتاز الشفوي، كان الوضع صعب يعني. فربنا أكرمني ودخلت المعهد، وكنت لسه لم أختم بعد. كان اقتراح الشيخ رحمه الله قال لي لا انت ادخل معهد القراءات، انا ارى لك مستقبلا. الشيخ ذكرني بما ورد في الاثر: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. فقال لي قدم على معهد القراءات وربنا يكرمك يعني. شفيع 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 شفيع، كل من حرم القران فهو محروم، والقرآن هو للمسلم حياة، بلا القرآن المسلم يكاد أن يكون ميت. وكما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. وطبعا يكفي أنه يكون من أهل الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل من بين سائر المسلمين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيكفي هذا فخرا، ويتمثل قول الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لما ختمت طبعا دي كانت بالنسبة لي
فرحة العمر أن يحوي قلبك القرآن. فطبعا كان الأمر في الأسرة بالنسبة لنا يعني أمر كبير وفرحة يعني كبيرة أن في حد من الأسرة خاتم للقرآن، حافظ للقرآن. طبعا وأثناء الحفظ أنا كنت بأم الناس، طبعا كان شعور الوالدة والوالد وإخواتي لما يجوا يصلوا المسجد كان جنب البيت وأنا أكون الإمام. طبعا موضوع الإمامة ده كان بالنسبة لي في الأول موقف يعني حصل. أول مرة أدخل إمام كان في صلاة المغرب، طبعا أقاموا الصلاة وأحدهم كان يعني قال لي أدخل، قال الآخر يعني إيش اللي هيصلي ده يعني صغير في السن، كنت صغير، قال يعني لا 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 كان أنا أعرفه يعني يعرف يقرأ إن شاء الله كويس اتفضل. ودخلت الحمد لله وفقت في صلاة المغرب، كان أول مرة بالنسبة لي أصلي المغرب في هذا المسجد. وكان هدفي قلت إن شاء الله بإذن الله يعني مستقبلا إن رأوني داخل من باب المسجد لا يقيمون الصلاة حتى أدخل وينتظرون حتى أؤم الناس. يعني الأمر كان في الأول لا أنت ما تؤمش الناس صغير في السن أو كذا، قلت إن شاء الله مستقبلا أكون أنا الإمام يعني. وبالفعل المسجد هذا يعني إذا أنا موجود لا يصلي أحد إلا أنا يعني، هذا بفضل الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. القرآن ربي صاحبه باختصار، قلب وعى القرآن ليس كقلب خال من القرآن. باختصار في سلوكك، في معاملاتك، في أخلاقك، في ألفاظك، في لسانك، في حركاتك، في سكناتك، في معاملاتك مع الناس،
القرآن هو من يقودك ومن يحركك. أنت تتعامل مع الناس بالقرآن لا غير، يعني أن تعفو تجد هذا في القرآن، وتصفح تجد هذا في القرآن، تغض بصرك هذا في القرآن، تمسك لسانك هذا في القرآن، تعين الناس هذا في القرآن، البر للوالدين وللأهل هذا في القرآن، الوفاء في القرآن، كل شيء القرآن هو منهج حياة. ليس يعني شخصية المسلم الذي يعى القرآن وغير الذي يعى القرآن يستويان، هذا محال. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ والجبال أوتادا؟ والجبال أوتادا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وخلقناكم أزواجا؟ وجعلنا نومكم سباتا؟ وجعلنا وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء ثجاجا، أمنيتي والله أن يحييني الله عز وجل على القرآن، وأن يميتنا على القرآن، وأن يحشرني في زمرة أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم قائدي إلى الجنة، وأن يجعل أهلي وأولادي من حملة القرآن العظيم، وأن يذيق شباب وفتيات المسلمين لذة وحلاوة حفظ ودراسة القرآن الكريم. شفيع هذا القرآن، شفيع عند الرحمن، شفاء وهدى وأمان، ضياء في كل زمان، سعيد من عاش هدى، يريد ترتيل ضياء، يريد رضوان الله، يعيد للقلب حياة. شفيع شفيع.